السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الاسم ديالك؟ الخطيب نادية. شنو المشكل ديالك لاله؟ المشكلة ديالي عندي واحد وليد عنده 6 سنين، جاه واحد المرض وخاصو العملية ضرورية في أقرب وقت. الوليد شنو سميتو؟ إدريسي يوسف. وهاد العملية اللي خصو يديرها، واش إلى ما دارهاش ممكن تأثر عليه؟ تأثر عليه في حياته كاملة، يعني إلى ما دارهاش ممكن حياته كاملة تضيع. تدمر تدمر تدمر. وطرقتي أبواب وكل شيء؟ طرقت أبواب وأبواب وشفت المستشفى وقال لك خصك ديري هاد العملية على برا، وأنا من الناحية المادية ما عنديش أسيدي، والزوج ديالي مادية قليلة ضعيف وضعيف المادية ديالو، ودرك راني نطلب من المحسنين يساعدوني ويوقفوا بجنبي. وهاد العملية فوقاش كان خصو يديرها؟ كان خاصو يديرها هادي 5 سنين. هادي 5 سنين ملي تزاد؟ ملي تزاد. واه. ودابا هاد العملية إلا ما دارهاش ممكن تضيع له حياته كاملة ويعني وتأثر عليه نفسيا وعضويا. نعم سيدي، ما يكونش عنده كاع، يعني ما يكونش كرجل شخص. واه يعني. واه. وهاد الوليد هذا دابا كيتألم كيتعذب؟ كيتألم، كيوجعو، كيتألم في كرشو وكيوجعو الجهاز الحجر ديالو بزاف. وشحال تكلف هاد العملية؟ كتكلف 500,000 فرنك. نص مليون و 100,000 فرنك. ياك. واخا دابا فوقاش قال لك الطبيب خص تندار العملية بالضبط؟ يعني في أقرب فرصة، يعني غير يوجدوا الفلوس خصو ضروري نتصلوا به ويدير لك العملية. ويدير لي العملية. واخا. كلمة أخيرة توجهها للناس؟ الكلمة الأخيرة وهي أني كاع اللي دار شي خير ربي يجازيه عليه، وهاد الوليد خصنا نقدوه، ما خصوش يبقى في هاد الحالة. وكان حتى شي ولد، اي ولد ما تقدرش تشوفه في هذا المنظر. وانتي دابا يعني على اجل ولدك، يعني على اجل ولدي ندير المستحيل. واه. واخا الناس ان شاء الله المحسنين اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا وبغاو يتصلوا بك، فين يتصلوا بك؟ الرقم ديال التليفون؟ يتصلوا بيا في 06 06 2 23 06 32. عاودي. 06 2 23 06 32. اذا هذا نداء انساني، هذا الطفل هذا كيعاني مضاعفات كبيره على مستوى الخصيه ديالو، والا ما دارش العمليه راه ممكن يعني يفقد حياته كامله، تضيع الرجوله ديالو حياته كامله. وهذا الطفل هذا كما فهمنا منك انه كان خصو يدير العمليه منذ الولاده ديالو. نعم. يعني وتاخرتوا لانه الامكانيات ضعيفه، والان والان دركي لازم نعملوا له العمليه والا غادي يزيد، راه يتوجع. يعني الان وصلتوا لواحد المرحله يعني اللي ما بقاش فيها يعني نزيدوا نصبروا. اذا هذا نداء انساني، كنتمنوا لجميع المحسنين اللي عنده القدره انه يساعد هذا الطفل هذا يتصل بالسيده في الرقم ديال الهاتف ديالو ديالها، وان شاء الله نتمنى يكون الخير، نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله.